مخيم نازحي تاورغا بمدينة بنغازي يعيش فيه أكثر من 80 عائلة فقدت منازلها وظلت بلا مأوى يقيها برد الشتاء وحرارة الصيف وضنك العيش. المخيم يعاني نقصا في الاحتياجات الأساسية والخدمات الصحية في ظل ما تشهده البلاد من انقسام سياسي وتوتر عسكري دام لسنوات. وممكن شفتوا انتم وضع الغرف وضع احنا ما نحكوش على وضع الطرق داخل المخيم او ما حشاكم المجاري هذه بجان مش من الاساسيات بجان حاجات ثانويه. احنا نحكوا على المطر لما تصب كانك قاعد في الشارع كيف تعوم داخل عندك هذيك الليله مش حترقد انت واصغارك اصلا. يعني فصل الشتاء في مطلعه والنازحون يفتقرون الى ابسط المستلزمات في بيوت بنيت من الصفيح، فلا أجهزة تدفئة ولا أغطية ولا فرش تقي القاطنين هنا برد الشتاء. واحد من الناس يعني عايش في وضع يعني مزري الحق، يعني ما ينعاشش فيه كرب أسرة وعائلة هكي، ما ينعاشش في مكان زي هذا. يعني ما نكذبش عليك ما جمالش نفسي، أنا بروحي قاعد أنا ومش راضي، والوضع اللي قاعد فيه مش راضي، لكن الحمد لله الله غالب. يعني الظرف هو اللي ضغط عليك أن أنت غصب عنك بتحمل وخلاص. لا زال الحلم يراود نازحي تاورغا الذين هجروا من منازلهم قسرا عقب سقوط نظام القذافي إبان ثورة فبراير، ليزيد الانقسام الحاصل من معاناتهم ويتقلص الأمل رويدا في العودة بسلام إلى الديار. لكل من هؤلاء الأطفال والشباب حكاية مختلفة، غير أنهم يتقاسمون ويتشاركون ذات الألم على أمل العودة إلى ديارهم في القريب العاجل بمدينتهم الأم تاورغا. من بنغازي أحمد بن عاشور، اليوم.